قدوميها عصوب اي قولها وكيل لدى جمهورية دا سومالي لان ايا لفيلا يا انو نغندون وياسين حاجي محمود فراتون كدب مركي او نغضي دبد مير عبد الرساق خليفة احمد او ان مدى اجاقدا سيسوحي موشين حلك لقاقا قاضي يوه لقون علي مسار يوم مستر فراتون ايا نكا سعودا مقالة دا هرقيسي عاصمة دا سومالي لان هي صد مقالة اللاسعان وضي حارونتا قبل كسول كتاقنيت صدح دي بلودي اقودن بيسي او كرد حمل مي قدوميه هوري ايا لفيلا يا انو سوق بقبية فراتون سببها اللقو عقانا ايوم مسؤول كان ايا عبد الرساء خليف احمد ولوميي كان استهبية ايا انو وربحين تينن كسوكو بينه ياسين حاكم محمود فراتون ايا اهوا يا ارق سياسة ديد او سوين لو قرانا ايو قدي تانكيس ايو قلي تانكيس بقبودها سومالي لان وانا اوضي مستنبيده او انا كوحد ناين سومالي لان نمدي سوحلك او هايو ايو سيدا او كالي ميسانك او كود حلي هاي شعب كيسي سياسيغا كان ايا وحا او كسو غبتي سومالي لان حلال كالدوان وحنا او لسو شغيي حكومة ديهي كالدن بيي اي حسبيغا كل ميا كالدشاي إساغا او سوسارة دا الرماها دبيد دا مركي او جوغي او اها حلكي او قدن بيينا قولة وحكو اولا او دبلوماسية ديت كسوهويي ياسين حاكي محمود فراتون ايا دهدا او حداي سيدي او حيصد دا مقالة دا اللاسعان ودي حارونتا قبل كسول مركي اي بلابان تاي او دكين لها يدا او دادك ديگان كي ساها ايو سومالي لان او اسكو ديي انو دهد دقو ودا هاد الرسمي او اي اسكو لاب حادان قرشاها سي او الا اي حدا اي كوها وليهين اساقا اي مسوليين كالي او كو كي هاي تليا مهد عن باشا يا صودا فراتون او كسو بحاي حسبيقا تلادا سومالي لان هيا اي كلمي ايا لولان اداق لسو قلي عبد الرساء خليف احمد او مركاسي سومالي لان دارا ها كان سو بحاي حسبيقا وداني هاس اي شي اقلبي يدا قراها وكيل دا او اي وقتيقا سي هلين حسبيا دا معارض كا هاي وداني اي وعود ايا وحا او كاقو ليستي قدوميها قولها وكيلة دا اي تموريه دا سومالي لان لباكون ايو كوبيا لباتنكي لبادا سياسية اسكو ديگان كاه ايانا وحا اي كوكالا بحين حيصة دا مقالة دا اللاسعان ودي حارون تا قبل كسول او اها ديگان كي اي كسو ودا چيدين حسا ياشي مدنا وحا اوغا فايدة استي معارد نمدي سفق ايو سيدا اوكالا كرد حميلان كا قرادة دا باري كسول halka uu yaasiin haaji maxamuud faratoon isku dayayay ilaa iyo haddana qorshahaasi ku jiro in xiisadaasi lagu soo gabagabeeyo nabadgelyo iyo isafgarad khaliifa yana intaasii markii ay dhacday Soomaaliland ka goostay waxana uu noqday dabad meer isaga oo ilaa iyo hadda waan iyo yididiilo ku qaba kursigii uu ku fadhiyay oo ahaa kuwa ugu awooda badan gudaha Soomaaliland inuu dib ugu soo laabto hase yeeshee warbaahinta xogogaal ayaa ila wareediyo ka agdhow aqalka golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay u xaqiijiyeen inuu socdo dhaqdhaqaaq ka dhana Cabdi Rasaaq Khaliif Axmed oo in muddo aba laga shaqeynayay kaasi oo xilka lagaga qaadayo maadaama Soomaaliland hadda wuxuu ugu jilan yahayba aanay jirin sida oo kalena ay ku socdaan kiisas ay ku soo oogeyso xeer ilaalinta guud ee qaranka sida oo kale xilkaasi ayaa xildhibaanada badigooda waxa ay isla garteen in loo imaamado Yaasiin Haaji Maxamuud Faraton oo ah oday siyaasadeed oo ka soo jeeda deegaamadaasi Soona Afjari kara xiisada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كوركا خدمة لآنتا اي تري فري وكو سهلية انسا تحت تشيري وغور ريا اي ادل عقد ريسو آن وح خدمة اهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها اجا مالية دي